ايه خاطر. انا كتبت مره ايه خاطره في صوره جتني مزرعه نخل ميته على غروب كذا، وواحده من النخل نفسها كذا بعدين طايحه اوراقها في الارض. تمام اسلم. الموقف اثر فيني والله لما شفت النخله طايحه. قدها اربطها. نخله عادي ميته. ايه فقلت كتبت انه عبد الشيطان كان النخله تتكلم وتقول بقايا موت الله اجثو بها لاهمس في اذن البذور الطامح. يعني كان لما طاحت هي بقايا موت عندها تبغى تهمس بها في اذن البذور الطامحه اللي تطلع. ها نحن كأن لم نغنى بالامس، يعني ما كنا غنينا ولا يوم، فاحسن لكم البذور لا تطلعون اصلا. يعني يلي تطمحون من البذور اللي تطلعون لا تطلعون. هذه نهايتنا. الله جميل. هذه خاطر ان شاء الله نعرف تشرحها. لا وصلت والله. لا انا عارف انك تكتب خواطر امس. الله يتقبل. تكتب خواطر والله؟ نعم. ليش ما طلعها؟ والله باقي ما كتاب اقنعني ما لقيت فيه خواطر كثير. فكرت اني ادمج بينها. انا اكتب بعض المقالات ادبيه كذا قصص، لكن ما قلت خل الكتاب كذا وهذا يكون مشروع ان شاء الله. فكرت اني اكتب عن سرداب كتاب. سرداب حياتك. اي لان السرداب بالحقيقه شيء والبرنامج شيء. يعني لما نتكلم عن السرداب كان نتكلم عن البرنامج كله. السرداب هذا اي طبعا انا من يوم مسكت التنظيم اي كنا سنغلق السرداب ان شاء الله، ولا زال في معارضات شديده لكن احسن من اول كثير، وان شاء الله السرداب حيغلق. السرداب هذا مخبز سري سبب يعني تساؤلات عند الجمهور من بدايه البرنامج. صحيح. لو اني منك وامتلك ملكه الكتابه لالفت كتاب والله اللي عن قصص السرداب. والله اللي صار في السرداب هذا ينكتب في كتب. هذا اللي اقوله انا عرفت. اي ولا وعنوان كتاب سرداب حياتك. عرفت. لا فعلا كلامك صحيح. والله القاها في معرض الكتاب الجاي. واحنا انا كنت من مؤيدين السرداب فتره من الفترات، قلنا انه الله يصحنا ولكم يا رب. امين يا الله. خذ راحتك ابغاك تنفعل بالخواطر. فكنا نتكلم عن ان السرداب نحل فيه مشاكل شيء ما في فائده. طيب اقنعونا شباب مشاكلنا خلينا نحلها على الهواء. ما اقول لك الا مضاربه. او ما لازم مشاكل. الان والله السرداب روح السرداب الحين ما في احد ترى. مره. افضل من اول كثير. يعني الحين خلاص اللي ما بينام ولا عنده شغله في الاعداد ضروريه يجلس على الهواء، ينام على الهواء. هذا اللي اقوله قبل، ناموا على الهواء يا اخي. أيوة. يا سلام عليك. يسولف على الهواء، مشكله قولها على الهواء. في الاخير اصلا بنبشها يعني زي طلعها على الهواء المشكله. احسن طلعها من اول. والله جد. والله صدقت فيك.